نحمد الله المعين. بعد انتهاء برامج الجلسة السنوية لا يستريح بعض المتطوعين، بل يقومون ليلا عاملين لخدمة ضيوف الجلسة، يواصلون العمل من أجل الضيوف الذين سيحضرون فعاليات اليوم التالي. أنا أجمعين وارتضى صار لي أقوم بوردية ليلية عند مدخل الرجال منذ 11 عاما، والحمد لله نقوم بذلك من 8 مساء حتى 8 صباحا. لدينا فريق مكون من 24 شخصا وكل شيء على ما يرام. يخف الضغط ليلا عما هو صباحا، وبالتالي نحتاج إلى عدد أقل من العمال ليلا. بدأنا السنة الماضية عندما جاء أمير المؤمنين إلى بلجيكا، حيث حصلنا على الخبرة وتعلمنا الكثير، ونحن هنا للسنة الثانية على التوالي ونقوم بالوردية من 8 مساء إلى 8 صباحا، ولدينا فريق مكون من 19 شخصا، بعضهم يغطي الفترة الصباحية. عنده المجد تناها رغم أنف الكافرين. نقوم بالوردية الليلية بالتحضير لأن الطلب صباحا يكون كبيرا، حيث لا يوجد وقت كاف للتحضير، وبالتالي يتم التحضير ليلا. وما نقوم بفعله نحضر الأواني النظيفة ونضعها على النار، ثم نملأها بالماء، حيث يستغرق ذلك الأمر من 5 إلى 10 دقائق، ومن ثم نضع العدس، وبعدها يأتي فريق آخر يقوم بالطبخ. يستغرق الأمر 2 ساعة، وبحلول 10 صباحا كل شيء جاهز. بعدها يأتي فريق آخر يأخذ الطعام للتوزيع على مواقع الجلسة. هو شمس الكائنات جاءنا بالمعجزات والهدى والبينات، فانظروا الذكر المبين وانظروا موعود فينا، إذ أتى في الآخرين بعد خير العالمين. هذا الحماس الذي يكمن في هؤلاء المتطوعين الذين يعملون ليلا ونهارا بسبب حبهم الشديد للخلافة التي تجذبهم إلى هذه الجلسة، وينسون أنفسهم ويهتمون بالآخرين ويؤثرون على أنفسهم، بل يعملون ليلا لراحة إخوانهم الذين سيأتون في اليوم التالي للجلسة كي لا يزعجهم أي شيء. نحمد الله المعين تائبين.